تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي لكل الساده المشاهدين ونجومك الكبار الكابتن علاء ميهوب، الكابتن يوسف، كابتن عادل مصطفى حبيبي، والكابتن هاني العجلي. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات ونقدم طاقم التحكيم، انا عندي يمكن ثلاث نقاط مهمه جدا النهارده في البدايه هتكلم فيهم. نمره واحد الفار، نمره اثنين حكم المباراه جهاد جريشه، نمره ثلاثه الحكمين المساعدين. الفار النهارده، عاوز اقول النهارده كان على الفار النهارده صبح العمراوي وسعيد حمزه والحكمين من منطقه الاسكندريه، قدروا النهارده ان هم كانوا شاطرين جدا جدا في تطبيق المفهوم الصحيح للبروتوكول. انا النهارده بديهم امتياز بامانه في الحالات النهارده تدخلوا فيها بشكل صحيح ومفهوم جديد. ده بالنسبه لعمر صبح العمراوي وسعيد حمزه. جهاد جيش النهارده كابتن في نقطه مهمه جدا، وهو لم يكابر، يعني حكم كبير لم يكابر في ان هو راح للفار وبالتالي اقتنع بالصوره وابتدى ياخد بقرار الفار. اخر نقطه بكلم فيها الحكمين المساعدين ان هم احمد نوفل واسامه السيد النهارده فوق الامتياز في التعاون في حاله التسلل تركيز ويقظه. بصراحه طاقم التحكيم النهارده بشكل كبير النهارده ادوا مباراه جيده.